تمام. قال لك اشرح لي بصندوق كتلته 15 كيلو جرام، عندك صندوق؟ صندوق سحبناه كتلته ام بتساوي 15 كيلو جرام. سحب صندوق كتلته 15 كيلو جرام على ارضيه بسرعه ثابته، بما انه قال لك سرعه ثابته حط عليها الخط، معناها اكتب لها العجله بتساوي صفر. كويس. قال لك لما سحبناه بواسطه حبل يصنع زاويه قدرها 30 مع الجهه الافقيه، معناها سحبناه بواسطه حبل يصنع زاويه قداش؟ زاويه 30 مع الافقي. وكان الشد في الحبل 50 نيوتن. احسب قوة احتكاك بقوة حركته، وأنت لما تسحب حاجة، لما تسحبها تسمع حاجة هي تعارضك في الاتجاه، يعني تو صندوق عندي في الأرض، تخيل عندي صندوق وعندي حبل نسحب فيها، في قوة احتكاك في العكس الاتجاه، معناها في قوة احتكاك من هذا الاتجاه اللي هي عكس اتجاه الحركة. فشني؟ قيمتها قداش؟ اللي هي قيمتها عبارة عن شني؟ اف كي، قال لك كيف بها؟ احسب قوة الاحتكاك مجهولة. وكذلك قوة الاتصال العمودية، شنو هي قوة الاتصال العمودية؟ اللي هي رد الفعل اللي هي ان. لأن لكل فعل رد فعل، كل ما في اكشن في رياكشن. فالمفروض ما نسميها ان وخلاص. نسميها ان، مليح. قوة الاتصال العمودية هي رد الفعل هو ان فوق، فخلاص لو تميت الرسم بتاعي نبي قوة الاحتكاك. ونبي قوة الاتصال العمودية، عندي كتلة وعندي نكر فيها بقوة، هيك نسحب فيها بقوة، نسحب فيها بقوة مقدارها 50 قوة الشد، والقوة هذه تمر على الأفقي بزاوية 30. كويس. الوزن الكتلة هذه نحولوها لقوة اللي هي ام في جي، لأن هي اتجاهها طبعا لاحظ أن كان هذا سطح أرضية، وطبعا في الوزن بتاعها لأسفل. فعبارة ام في جي، ام عبارة عن 15 في عجلة الجاذبية الأرضية اللي هي 10، شو بتساوي؟ 150 نيوتن. كويس؟ القوة هذه تتحلل على محور اكس وعلى محور واي، تتحلل ل 50 كوساين 30 لأن الزاوية قريبة منها كوساين، بينما هي 50 ساين 30. كويس؟ إذا عندي زوز قوة في اتجاه الاكس، وعندي ثلاثة قوة في اتجاه الواي، هذه وهذه والان وهذه. كويس. من قانون نيوتن الاف شو يقول؟ بيساوي ان في الاي. الاف بيساوي القوة بتساوي الكتلة في العجلة. القوة هي عبارة عن اما المركبة الافقية او الرأسية. اذا المركبة الافقية سميشن اف اكس عبارة عن شنو؟ عبارة عن جميع المركبات في اتجاه الاكس، هذه واحدة وهذه اثنين، هذه اتجاهها غالي، إذا 50 كوساين 30 ناقص اف كي شو بيساوي؟ بيساوي كتلة في العجلة، الكتلة عندي 15 بينما العجلة بتساوي صفر، 15 في الصفر بيساوي صفر، وعلاش صفر؟ علاش الام اي صفر؟ علاش العجلة صفر؟ لأنه يصير بسرعة ثابتة. تمام. نرفع على الطرف الاخر، اذا ناقص اف كي بيساوي ناقص 50 كوساين 30. نرفع الطرف الاخر من موجب تولي سالبه، نضربه في اشاره سالبه الطرفين، تولي هذه موجب وهذه موجب، ناخذ الحاسب نحسب قيمه الاف كي بتساوي 50 كوساين 30 اللي هي 43.3 نيوتن. كويس. بينما المرتب هو حسبنا قوة الاحتكاك، تو نحسب قوة الاتصال العمودية اللي هي هذه ان. نحسب نفس الشيء، ندير سميشن اف 1 عبارة عن شنو؟ عبارة عن ان لأن اتجاهها فوق، وهذه اتجاهها فوق، بينما هذه اتجاهها أسفل. فالان اللي هي نكتبوها ان زائد 50 ساين 30 ناقص اللطية هذه اللي هي 150 شنو بيساوي؟ نفس الشيء بيساوي ام في الاي، لكن تو ركز معي، انا اللي بنحي الورقة دي شوية على جنب، وبنقول لك شوية كلمات تحكم في دماغك.
العجله تساوي صفر، مش على خاطر راهو سرعه ثابته، لا مش على خاطر سرعه ثابته. هي سرعه ثابته واحد من الاشياء تساعدك، لكن شيء تساوي صفر العجله لان الكتله هذه تتحرك على محور اكس بس، بينما في محور واي العجله بتساوي صفر. اذا الكتله هذه ما تتحركش في اتجاه الواي معناها العجله بتساوي صفر، هذا على غرار انها سرعه ثابته. فبما ان الكتله تتحرك على محور اكس اذا العجله في اتجاه الواي بتساوي صفر، ومنها الام بتساوي 15 في العجله بتساوي صفر، اذا بتساوي صفر. كويس، نجمع الرقمين هو 50 ساين 30، 50 ساين 30 نص، نص في 50 ب 25، 25 ناقص 150 بتساوي صفر، وهنا ان. تمام، 25 ناقص 150 اللي هي ناقص 125، اذا ان ناقص 125 بتساوي صفر، ومنه نرفع هذا الطرف الاخر تولي الان بتساوي 125 نيوتن. وهذه هي إجابة السؤال. نمشي للتمرين اللي بعده. التمرين اللي بعده الكاميرا تصور كويس 100 100، لأن هذه خمس مرة نعود الفيديو على خاطر الكاميرا. قال لك يدفع طفل عربة صغيرة كتلتها 2 كيلو جرام على الأرض بقوة مقدارها 5 نيوتن تصنع زاوية 35 درجة مع الأفقي وبإهمال القوى المقاومة اللي هي يقصد بها الاحتكاك أوجد عجلة العربة. تمام، قال لك ادفع طفل عربه صغيره كتلتها 2 كيلو جرام، في هنا عربه صغيره كتلتها ام بتساوي 2 كيلو جرام، يدفع فيها على الارض بقوه 5 نيوتن، يدفع فيها نقول اتجاهك يدفع فيها، يدفع فيها هيك العربه بقوه مقدارها 5 نيوتن تصنع زاويه، القوه هذه تصنع زاوية 35 مع الأفقي، إذا هنا عبارة عن شنو؟ 35 درجة. قال لك وبإهمال القوة المقاومة يقصد بها الاحتكاك، يعني ما فيش قوة احتكاك من هنا، هي برضه هنا اف كي، قوة الاحتكاك نهملها بتساوي صفر، إهمال تهملها، فيش قوة احتكاك. أوجد عجلة العربة يبي الـ A، الـ A بتساوي مجهود. هالمرة في عجلة، علاش؟ لأن ما قالكش إن العربة هذه تمشي بسرعة ثابتة، لما ما قالكش بأن تمشي بسرعة ثابتة العربة هذه معناها في عجلة، عفوا هنا نشبه في حاجة هنا هذه كيلو جرام 2 كيلو جرام. كويس، فشنو معناها نديرو؟ إن نرسمو الوزن الأسفل إم جي بيساوي الكتلة في العجلة اللي هو 2، فعجلة الجاذبية الأرضية اللي هي 10 بتساوي 20. كويس، في رد فعل عمودي اللي هو N نرمزه له، وبالنسبة للقوة هذه بنحللها على محور الواي، نقدر نحللها هنا أو ندير محور ثاني هنا عادي مش مشكلة، أو ندير محور ثاني. فتحلل لي أسفل ب 5 ساين 35، 5 ساين 35 لأن الزاوية بعيدة عن المحور، بينما هنا تمشي بشكل هو اللي هي 5 كوساين 35. كويس، توا من قانون نيوتن الاف بيساوي ام في الاي، نديرو سميشن اف اكس اللي هو عبارة عن شنو؟ جميع قوى في اتجاه الاكس، عندك واحدة بس اللي هي هذه اللي هي 5
كوساين 35 ما فيش الا هذه الوحيده نحسبه خلاص حسبناها بيساوي الام في الاي. الام عباره عن شنو؟ عباره عن 2 كيلو جرام في العجله اللي نبوها في الاي. اذا نقسمه على 2 للطرفين تمشي 2 هذه مع 2 هذه. اذا الاي شو بتساوي؟ بتساوي 5 كوساين 35 على 2. 5 كوساين 35 تقسيم 2. إذا العجلة بتساوي 2.047. يلا نكتبها كلها، متر على الثانية تربيع. وهذه إجابة السؤال. شوف نمشي للتمرين اللي بعده، طويل شوية التمرين اللي بعده. قال لك ربطت طفلة صغيرة على في مقعد أرجوحة مدعومة بواسطة حبلين، ولكي تبدأ الحركة جذبها والدها إلى الخلف قليلا بقوة أفقية بحيث صنع الحبلان زاوية قدرها 20 درجة مع الرأس. مش الرأس. فإذا كانت كتلة الطفلة والأرجوحة خلص غلط منها الجمعة 18 كيلو جرام، احسب الشد في كل حبل لأنهم هم حبلين وقوة جذب والدها قبل بدء الحركة. كويس، جميل جدا. نوقف هذه، نجيب الحاسبة جاي، نشبح الكاميرا. تمام. السؤال الثالث قال لك ربط الطفلة صغيرة على مقعد أرجوحة، فيه طفيلة مسكينة طفلة ربطناها على مقعد الأرجوحة مدعومة بواسطة حبلين ولكي تبدأ الحركة جذبها والدها إلى الخلف، جبدها أبوها إلى الخلف. إذا هنا سموها F قوة الفارق بقوة أفقية، يعني قوة أفقية يعني جاية في المحور الأفقي، يعني قوة جبدها بقوة أفقية بحيث صنع الحبلان زاوية قدرها 20. يعني شنو لما سحبها هيك؟ طبعا في حبلين هيك بالكيفية هذه، الحبلين لما جبدنا نجبدو واحد هيك نجبدو بقوة أفقية، فصنعوا الحبلين زاوية 20 مع الرأسي، صنعوا زاوية 20 مع الرأسي. كويس. اتجاه الشد وين؟ اتجاه الشد فوق، يعني شد الحبل اتجاهها. شوف وين الشد يكون، الشد يكون اكيد فوق، ما يكونش لوطا، معقول الشد يكون لوطا؟ يكون فوق. كويس. فإذا كانت كتلة الطفلة والأرجوحة الأم بتساوي 18 كيلو جرام، احسب الشد في كل حبل وقوة جذب والدها، يبقى شنو الشد؟ يبقى تي بيساوي مجهول، ويبقى
ويبي قوة جذب بو هاي بالإف بتساوي مجهول. كويس. نحلل توا عندي ام جي الوزن اللي هو ام في جي بيساوي الكتلة اللي هي عبارة عن شنو 18 في 10 اللي هي 180 نيوتن. كويس. شد هو اتجاهها فوق، طبعا هو الشد عبارة عن حبلين لأنه يصنع نفس الزاوية الثانية عبارة عن حبلين اللي هو 2 تي. لما تحلل يتحلل فوق 2 تي كوساين 20 لأن الزاوية قريبة من المحور، بينما غالي 2 تي ساين شيء 20. كويس. حللت كل شيء، تو نحسب المركبات من قانون نيوتن اللي هو اف بيساوي ام في الاي، نحسب المركبات الافقيه سمشن اف اكس بيساوي هي عباره عن شيء سمشن اف اكس اللي هي جميع المركبات في اتجاه الاكس اللي هو 2 تي، او خلينا نديروها ايوه 2 تي ساين 20 ناقص الاف بيساوي قداش؟ بيساوي الام في الاي. الام قداش تساوي؟ الام عباره عن 18 بينما الاي قداش؟ 100 200 300. غلط، بتساوي صفر لان شنو قال لك؟ قبل بدء الحركه معناها العجله بتساوي صفر، معناها ام اي بتساوي صفر، هذا كله بصفر. نرفع هذا الطرف الاخر، اذا تولي الاف بتساوي 2 تي ساين 20. 2 تي ساين 20 بتساوي الاف بتساوي 0.68 تي. كويس. 2 في ساين 20 بتساوي 0.68 في التي. تمام، عندي مجهول التي اللي هو نبوه حتى بعدين. نحسب المركبة في اتجاه الواي سميشن اف واي عبارة عن شنو؟ مركبات في اتجاه الواي اللي هو 2 تي كوساين 20، خلينا ندير هالوطة 2 تي ساين 20، هذه المركبة الأولى. المركبة الثانية هي ناقص 180، ناقص 180 شو بيساوي؟ يساوي كتلة في العجلة، والعجلة قال لك قبل بدء الحركة عجلة بصفر، إذا كلها يمشي صفر، إم في الصفر صفر. تمام، نرفع 180 للطرف الآخر، إذا تولي عندك 2 تي كوساين 20 بتساوي 180، لأن سالب 200 نرفع الطرف الآخر تولي موجب 180. 180 تقسيم 2 كوساين 20، إذا التي بتساوي 95.7 نيوتن. بعد ما حسبنا التي نعوضه هنا نطلع قيمة الإف، إذا الإف بتساوي 0.68 تي اللي هو التي عندك 59.7 بتساوي نضربها في 0.68 تطلع 65.12 نيوتن، وهذه قوة الإف بتاع الوالد بتاع الجذب، وهذه بالنسبة للشد، وهذا بالنسبة للسؤال. نمشي للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده، تجذب أو تجذب لعبة كتلتها 1.8 كيلو جرام على سطح أفقي بواسطة سلك يصنع زاوية قدرها 30 درجة مع الأفقي، فإذا كانت قوة الشد في السلك
تساوي 6 نيوتن، ولا يوجد قوة تعوق الحركة، احسب عجلة اللعبة. تمام؟ قال لك تجذب كتلة، كتلة نرسمه كتلة، نجبد فيها الكتلة، كتلتها قداش؟ 1.8. تجذب لعبة كتلتها اللي هو الام بتساوي 1.8 كيلو جرام، يجذب فيها على سطح افقي زي هذا بواسطة سلك يصنع زاوية قدرها 20، يعني نسحبه فيها بواسطة سلك يصنع زاوية 30 مع الافقي. فإذا كانت قوة الشد تساوي 6 نيوتن، إذا كانت قوة الشد هذه تساوي 6 نيوتن، ولا يوجد قوة تعوق الحركة، فرضا قوة واحد يسحب فيها من هنا أو قوة احتكاك، فهذه كلها ما فيش، احسب عجلة اللعبة. تمام؟ هذه عبارة نحولوها لـ mg، mg حول القوة، mg اللي هي 1.8 في 10 على الجاذبية الأرضية بتساوي 18 نيوتن. كويس؟ بالنسبة لهذه تتحلل على المحور x وعلى المحور y. على المحور x اللي هي 6 كوساين 30 لأن الزاوية قريبة، وهيك 6 ساين 30. كويس. من قانون نيوتن ال F بيساوي ال MA، احنا ال A لبوها، ف summation of x شو بتساوي؟ اللي هي شو تعطينا؟ جميع المركبات في اتجاه ال x اللي هي 6 كوساين 30 فقط، مع ان شو وحده ثانيه في اتجاه الاكس، بتساوي الكتله اللي هي 1.8 في ال A. اذا نقسمه على 1.8 للطرفين، تمشي هذه مع هذه، اذا 6 كوساين 30، 6 كوساين 6 كوساين 30 بتساوي القيمه هذه، نقسموها على 1.8. إذا الـ A بتساوي 2.88 متر على الثانية تربيع. وهذه بالنسبة للمثال. نمشي التمرين الأخير إن شاء الله في هذا الدرس. قال لك تجذب أو تجذب سلة ملابس كتلتها 5 كيلو جرام بسرعة ثابتة. دائما لما يقول لك سرعة ثابتة شنو يقصد بها؟ حتى تكتب خط بروحك بجاوبها انت. في ممر بواسطة حبل يصنع زاوية قدرها 20 درجة مع الأفقي. فإذا علمت أن مقدار قوة الاحتكاك 33 نيوتن، هاي ان شاء الله عندي ليحة جاهزة نيوتن، اوجد قوة الشد في الحبل. تمام؟ واحد بيجبد في سلة ملابس، يجبد فيها كتلة سلة الملابس، هذه سلة الملابس، يجبد فيها سلة الملابس اللي كتلتها الام بتساوي 5 كيلو جرام. معقولة سلة وزنها 5 كيلو جرام؟ كيف اصنع حوايج؟ مستحيل سلة ملابس وزنها 5 كيلو جرام الا لو كانت من حديد. بسرعة ثابتة، يعني ايش بتفيها بسرعة ثابتة؟ شنو يقصد بها سرعة ثابتة؟ الـ A بتساوي صفر، المفروض انت جاوبتها. ايش بتفيها في ممر؟ ايش بتفيها في ممر؟ بواسطة حبل يصنع زاوية قدرها، بواسطة حبل يسحب فيها بواسطة حبل، بزاوية يصنع مع الأفقي. طبعا افقي هذه مش الرأسي، قالت مع الافقي زاوية 20 درجة.
فإذا علمت أن مقدار قوة الاحتكاك، في قوة احتكاك هنا، قوة احتكاك عكس الاتجاه طبعا، قوة الاحتكاك هي FK بتساوي 33 نيوتن. أوجد قوة الشد في الحبل، يبي شنو؟ يبي قوة الشد في الحبل، يبي T. كويس؟ حل المدير، فهذه عبارة عن في هنا رد فعل طبعا، في هنا قوة حل القوة هذه دي اكس واي تي ساين 20 لأنها بعيدة، وهنا تي كوساين 20. تمام، كل شيء موجود، كل شيء تمام. نسينا حاجة اللي هو ام جي بتساوي 5 في 10 بتساوي 50 نيوتن. 100 قانون نيوتن وش يشيكو؟ قانون نيوتن اف بيساوي ام في الاي. سميشن اف اكس عبارة عن شنو؟ جميع مركبات في اتجاه الاكس اللي هي تي كوساين 20 ناقص قوة الاحتكاك 33. خلاص عندي هذا الزوز، شنو بيساوي؟ بيساوي الام في الاي، الام عندي 5 والاي بيساوي 0 لأن سرعة ثابتة، إذا بيساوي 0. ومنها نرفع 33 هي بسالب الطرف الآخر تولي تي كوساين 20 بتساوي 33 بالموجب، لأن سالب الطرف الآخر موجب، نقسمه على كوساين 20 للطرفين يعطينا تي، تي شو بتساوي؟ 33 تقسيم كوساين 20 اللي هي 35.11 نيوتن. هذا هو المطلوب الوحيد اللي بيه السؤال. تمت، شكرا جزيلا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.